صباح الخير مشاهدينا الكرام ومتابعي برنامج نسمات زاغروس. الاهتمام بالورود كان ولا يزال جزءا من ثقافة شعوب العالم. اليوم في جولة صباحية سنأخذكم مع ورد جميل ذو رائحة لطيفة يعرف في إقليم كردستان بقلباخ، وعالميا يعرف بروزا سنتيفوليا، وفي العراق وبعض الدول العربية يعرف بورد الجوري، لنتعرف على استخدامه في مجالات صناعة العطور والأغذية والأدوية. تابعونا. گلاباخ یکی که لو گلانی که چونالی شای گلکانه هر زور چونالی گلکانی که با بونو با زینه بکرینه بس گلاباخ گلاباخ ملکه الازهار يستخدم كل الورود للزينة ولجمالها، أما قلباخ يستخدم للعلاج لتنظيف البشرة من البثور وترميمها فيعطيها النضارة ويغذيها. يستخدم زيت الورد الجوري كعطر، وبتلاته المجففة تستخدم في تتبيلة بعض الأكلات، وماء الورد يستخدم في إضافة نكهة مميزة وبالأخص في المحلب والكعك والمعجنات وباقي الحلويات الأخرى. أم قلا أخي نبهارا بيقا مکاریت با شارپنز نوع نخوشی اوی که اشکرابه بس با لانه با پینشش نخوشی یوجد گلاباخ في فصل الربيع يستخدم اوراقه وزيته لعلاج بعض الامراض يدخل في صناعة المعجنات ويضاف كتتبيلة وبالاخص في بهارات القص ويضع في ابريق الشاي او الاستكانة يطيب طعم الشاي ورائحته بتلات الورد الجوري المجففة او على شكل قلادة عليه إقبال كبير أكثر من الورود والأزهار المجففة يبلغ سعر قلادة البراعم المجففة 2000 دينار يصنع من قلباخ ماء الورد عن طريق التبخير توضع الورود الطرية في قدر كبير ويوضع على النار خلال منفس يتم تبريد وتقطير البخار فيصبح ماء الورد الذي نراه هنا ويستخدم في صناعة المعجنات والحلويات نكيتيتر ناوم بيني لم ببرسي بليتوني نكيتيتر ناوم بيني لم ببرسي بليتوني تهتم بعض الدول العالم بزراعة ورد الجوري منها إيران وسوريا وبلغاريا وفرنسا لكونه يحتوي على أجود أنواع زيت الورد ويستخدم في صناعة أفخر أنواع العطور العالمية. من هنا تنتهي جولتنا مع ورد الجوري، ولكم منا أطيب التحية.